خلينا نروح لترند الجاي مشاهدينا. فيديو لمظلي سويسري عاش لحظات مرعبة كادت تودي بحياته شمالي إسبانيا بعدما هبت رياح قوية أدت إلى تشابك الحبال حول جسمه معرضة إياه للخطر، لكن في نهاية المطاف وقبل لحظات من الاصطدام بالأرض تمكن المظلي من فتح المظلة الاحتياطية اليدوية لينجح بالهبوط على الأرض بسلام. خلونا نشوف ونتابع. Oh my God!